صدقوا أو لا تصدقوا، جهاد أزعور لا يزال يمني النفس للوصول إلى قصر بعبدة. فماذا يحضر الرجل في الظل؟ وما قصة الرسالة التي أرسلها أزعور إلى سليمان فرنجية؟ وهل يتواصل أزعور سراً مع الرئيس نبيه بري؟ تابعوا حتى النهاية. على الرغم من كل ما قيل وقال، لا يزال المرشح الرئاسي جهاد أزعور يسعى لتجميل بونتاجه الرئاسي قدر الإمكان، واتصالاته لا تهدأ مع كتلة المترددين. فوفق ما ينقل مصدر بارز لسبوتشوت على تواصل دائم مع أزعور، أن الأخير سعيد جدا بالنتيجة التي حاز عليها في مجلس النواب، وقد كثف مؤخرا من مروحة اتصالاته مع من لم يصوت له من مختلف الكتل، وتحديدا مع الذين صوتوا بلبنان الجديد أو زياد بارود، ومنهم ابن منطقته النائب عبد العزيز الصمد، حيث يقول أزعور لمحدثيه: كان معهم حق ما يصوتوا لي لأنهم ما بيعرفوني. وأزعور لأجل ذلك حريص على التواصل مع الجميع لكي يضمن تخطيه 60 صوتاً في حال انعقدت جلسة رئاسية أخرى. ليس هذا فحسب، فقد خرجت معلومات تتحدث أن مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية تلقى رسالة من جهاد أزعور قبل انعقاد جلسة الانتخابات الحامية. فماذا في التفاصيل؟ بلغني أنا أنه جاء من يخبر عائلة الوزير السابق سليمان فرنجية، وقيل لي أن شقيق الوزير جهاد أزعور حمل رسالة تقول أن الرئيس أن الوزير أزعور لا يمكن له أن يدخل معركة بمواجهة الوزير فرنجي، وأيضا هو إذا كان أراد الترشح فهو يحبذ أن يكون هناك إجماع حول اسمه. مع الأسف اللي صار أخي الكريم هو يعني مناقض لكل ذلك، دخل بغير بمواجهة، ودخل أيضا بغير مرشح تسوي، لا بل تخرى بمرشح يواجه اعتراض من طائفة بأكملها. هذا ليس كل شيء، فوفق معلومات مؤكدة لسبوتشوت أن الوزير جهاد أزعور يتواصل مع الثنائي الشيعي بشكل مستمر من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، مع بقاء قناة اتصال مفتوحة بينه وبين قيادي في حزب الله. وتكشف المعلومات أنه وحتى في عز استعار الخطاب ضده قبيل الجلسة ووصفه بأنه مرشح تخريبي وتحد ومواجهة، ومع كل لهجات التهديد والتخوين من قبل الثنائي الشيعي، كان جهاد أزعور وقتها على تنسيق معهم، حيث يصفه المصدر بأنه رايق كتير. فيما يقول أحد أصدقائه الذي يتواصل معه بشكل دائم بأن أزعور حتما إما أنه لم يدرك حجم المعركة أو أنه يعيش باللالالان. فما رأيكم أيها المشاهدون؟ هل هو جنون العظمة والرئاسة قد أصاب جهاد أزعور؟ أم أن حظوظه فعلا لا تزال قائمة؟ لنناقش هذا الأمر في التعليقات.